تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباحكم الله بالخير والنور والعافية، ويا مرحبا بكم وسهلا في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. نرحب بتواصلكم ونرحب بملاحظاتكم ونرحب بمشاركاتكم مستمعين الأعزاء على الأرقام 600-55-1414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وأيضا أحب أني أرحب بفريق العمل المبدع اليوم في التنسيق والمتابعة، الأستاذ محمد عمر، الإعداد يوسف سعد، والإخراج الأستاذ المبدع أيمن سرحيل. صبحكم الله بالخير والنور والعافية، وأنا محدثكم عبد الله جمعة. مستمعين الأعزاء، نأخذ أول فقرة مع زميلتنا الأخت أسماء الجناحي والسوشيال ميديا. صبحت الله بالخير أختي أسماء. صبحكم الله بالنور وترور أخي عبد الله عليك وعلى كل مستمعين إذاعة نور دبي. الله يحييك، وصباح السعادة وصباح الإيجابية. صبحكم الله بالنور. بس ناخذ جولة في قنوات التواصل الاجتماعي، ما زال الأشياء اللي لها علاقة بفيروس كورونا ترند على مستوى العالم. نعم. وناخذ بعض الأشياء اللي نحن كنا حاطينها في قنواتنا من ضمن النشرات، مثل ما نقول أهم النشرات اللي حطيناها كان أمس في الليل، حطينا أنه يعني ساعات وبيوصل العالم إلى 3 مليون مصاب يعني في خلال ساعات. فيعني نتمنى من الناس إنه ما يكونوا من ضمن الثلاث ملايين. يعني لو الواحد شيء كل يوم عدد المصابين يعني باقي 5000 ويوصل 3 ملايين، 5000 شخص في العالم. فنحن دائما نقول يعني نقول مثلا إذا ما نطلع، حتى لو طلعت خذ الإجراءات الاحتياطية، البس قفازاتك، البس القناع، اغسل ايدك. يعني احنا ما نقول حق الناس احبسوا اعماركم، بس يوم بتطلع شفت مكان زحمه لا تدخل. يعني لازم يعني نمشي على الاجراءات والقوانين والاشياء اللي محطوطه عندنا في الدوله عشان نحمي نفسنا ونحمي اهالينا. اذا عندنا كبار سن في البيت يبغون يطلعون، نحاول نقول لهم مو بنمنعهم، بس لكن نحاول نقول لهم بطريقه ثانيه ان اللي تبغون بيوصلكم، نحن معاكم، نحسسهم إن نحن موجودين حولهم عشان ما يحسون إنهم محتاجين إنه يطلعون. فدائما نحاول فعلنا إن نحن يعني ما نطلع إلا بضرورة، وإذا ظهرنا نأخذ احتياطاتنا الصحية أو الاحتياطات اللي ممكن تحمينا، وأهم من هذا كله غسل اليدين، يعني ما ننسى غسل اليدين. صح. إذا نحن من ضمن نقاط رمضان نحط أفعل لا تفعل، فكان في التغذية، في الرياضة، في هالأمور كلها. فكل يوم العصر راح يحصلون عندنا فقرة فعل ولا تفعل في رمضان، هم ضمن النشاط اللي نحطها. طبعا ما ننسى مرضى السكري، لازم يكون سكرهم أكثر من مرة عشان يحافظون إن يتأكدون من عدم هبوط السكر أو ارتفاع السكر. وهاي بعض الأشياء اللي كانت في قنوات التواصل الاجتماعي. ومن أهم ذلك إنه وايد كانت توصلنا أسئلة عن القطاع الخاص والعيادات الخارجية في القطاع الخاص، في نشرة تم وضعها خاصة بكل الأشياء المتعلقة بالعيادات الخارجية في القطاع الخاص، وهي أخر نشرة حطيناها في الإنستغرام. ودمتم بصحة وسعادة. دمتي بصحة وسعادة، شكرا أستاذة أسماء، ما قصرتي. مستمعينا الأعزاء، فقرتنا الثانية بتكون عن التغذية والإفطار الصحي في رمضان مع الأستاذة
سامة المطيري، ولكن هناك الكثير من المعلومات اللي بنتكلم عنها اليوم مع الأستاذة سامة المطيري عن أهمية المجموعات الغذائية في الإفطار. وهناك أيضا بتعرفون خلال حديثنا مع الأستاذة سامة أن في عادات غذائية يجب أن نتجنبها نحن خلال شهر رمضان المبارك، ولكن كل المعلومات هاي مستمعينا الأعزاء بعد الفاصل، خلكم ويانا وراجعين. صحة وسعادة مستمعينا الأعزاء، يا مرحبا بكم وسهلا، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. نرحب بمشاركاتكم، ونرحب باتصالكم، وأيضا مشاركاتكم على الأرقام 6005514114 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. مستمعينا الأعزاء، ناخذ أهم مواضيع وسائل الإعلام ووكالات الأنباء اليوم. خبر يقول مستشفيات هيئة الصحة بدبي تحصل على اعتماد دولي كشبكة طبية موحدة ومتكاملة. عززت هيئة الصحة بدبي أمس صدارتها ومكانتها الدولية، وأضافت اعتمادا جديدا لرصيد إنجازاتها بحصولها على الاعتماد الدولي من الجي سي اي اي جوينت كوميشن انترناشنال لمستشفياتها الأربعة، مستشفى راشد ومستشفى دبي ومستشفى لطيفة ومستشفى حتى، وهو الاعتماد الأول من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط، الذي تمنحه اللجنة الدولية للاعتمادات جي سي اي اي لمجموعة من المستشفيات بوصفها شبكة موحدة للرعاية الصحية المتكاملة. ويأتي ذلك بعد حصول كل من مستشفى من مستشفيات صحة دبي على الاعتماد نفسه لسنوات متعددة على حدة. وحققت الهيئة هذا الإنجاز بعد أعمال تقييم دقيقة قامت بها لجان من خبراء دوليين وفق معايير واشتراطات صارمة أكدت على التطور اللافت للبنية التحتية والتقنية لمستشفيات هيئة الصحة بدبي، إلى جانب توفر التجهيزات والحلول الذكية وتقدم أجهزة ووسائل التشخيص وتنوع أساليب العلاج، إلى جانب مناخ الاستشفاء المميز. وقبل ذلك تحققت لجان التقييم من جودة الخدمات الطبية المتوفرة ورحلة المرضى الآمنة، إضافة إلى إجراءات السلامة المتبعة للمحافظة على صحة وحياة المرضى وكذلك مخرجات العلاج. في الوقت نفسه استند حصول هيئة الصحة بدبي على هذا الاعتماد المميز إلى عوامل أخرى مهمة، في مقدمتها وحدة العمل وتكامل الرعاية والعناية الطبية الشاملة، ووجود أيضا فرق طبية موحدة على مستشفى على مستوى مستشفيات هيئة الصحة بدبي، فضلا عن الهيكلية التنظيمية والإدارية المتناغمة التي تدعم منظومة الرعاية بمجالاتها المختلفة الوقائية والتشخيصية والعلاجية. مستمعينا الأعزاء، ناخذ فقرتنا الثانية ومع زميلتنا الأستاذة سامة المطيري وحديثنا اليوم معها الإفطار الصحي خلال شهر رمضان المبارك. أستاذة سامية، صبحك الله بالخير والنور والعافية. صباح الخير أخوي عبد الله، يسعد لي صباحك صباح المستمعين، ومبارك عليكم الشهر، والله يعود علينا وعليكم بالصحة والعافية. الله يبارك فيك وكل عام أنت بخير، ومبروك عليك الشهر أستاذة سامة المطيري. واليوم طبعا هناك مواضيع جميلة بنسمعها منك، الإفطار الصحي وأيضا العادات الغذائية اللي مفروض نحن نتجنبها. أستاذ سامة، حابين نسمع منك أكثر في هذا الموضوع. طبعا مثل ما ذكرت أخوي عبد الله، راح أتكلم اليوم عن الإفطار الصحي في شهر رمضان المبارك. وجبة الإفطار تمثل أهمية كبيرة خلال شهر رمضان، حيث تعد الوجبة الرئيسية التي تمد الجسم بالطاقة بعد ساعات طويلة من الصوم، وتمتلئ المائدة الرمضانية بأصناف شتى من الأطعمة التي تتنوع بين البروتين والنشويات والخضروات والحلويات. ونظرا لأهمية هذه الوجبة، فإن على الصائم اختيار أصناف الأطعمة والكميات المناسبة التي يجب على الفرد تناولها دون الشعور بالخمول والكسل ومشاكل المعدة وسوء الهضم. نعم. هناك العديد من الاعتبارات التي يجب وضعها في الحسبان عند إعداد مائدة الإفطار، أهمها الحرص على التوازن والتنوع وبكميات معتدلة، أيضا كما نؤكد على أهمية تقسيم وجبة الإفطار
على أكثر من وجبة لتجنب مشاكل الهضم التي تحدث بعد ساعات طويلة من الانقطاع، عن تناول الطعام والشراب إلى جانب الاهتمام بالمرطبات المتمثلة في المياه والعصائر الطبيعية. فالكثير من الناس يعانون من مشاكل أسر الهضم والانتفاخ وعدم الراحة في شهر رمضان، ويعود ذلك إلى اتباعهم عادات غير صحية عند الإفطار. نعم. تناول أطعمة دسمة بكميات كبيرة بشكل مفاجئ، بالإضافة إلى الإكثار من المشروبات الغازية والعصائر المصنعة طوال فترة الليل، وتناول الحلويات في ساعات متأخرة وحتى عند الإفطار. لذلك يجب الاتباع طريقة إفطار صحي في هذا الشهر المبارك لتجنب حدوث هذه المشاكل. ولوجبة إفطار مثالية خلال الشهر الكريم، يجب علينا البدء بتناول التمر مباشرة لما يحتويه على نسبة عالية من السكر، قادر على ضبط السكر في الدم بعد ساعات طويلة من الصيام، والحرص على وجود كميات متعددة من السوائل على مائدة الإفطار لتعويض الجسم عما يفقده من سوائل، فلن نجد أفضل من طبق الحساء أو الشوربة. فهذا الطبق يعد بداية مثالية لتناول الطعام والإفطار، حيث يهيئ المعدة لما يليه من أطعمة. نعم. وننتظر طبعا وقت ما نبدأ بالأكل مرة واحدة، فننتظر قبل استكمال وجبة الإفطار. يمكن للشخص أداء صلاة المغرب في الوقت لإعطاء فرصة للجهاز الهضمي ليعمل قبل استقبال الطعام، ومواصلة وجبة الإفطار بعد انقضاء الفترة القصيرة. ويجب أن تحتوي الوجبة على كمية كافية من السعرات الحرارية، مع ضرورة تنوعها واحتوائها على المجموعات الغذائية كلها، وضرورة تناول طبق من السلطة مع أو قبل الوجبة الرئيسية لما له من فوائد، فهو يمد الجسم بالعناصر والفيتامينات، وشرب كمية كافية من السوائل وبالأخص الماء لتجنب الأطعمة الدسمة والمقالي قدر الإمكان. نعم. وأيضا هناك عادات غذائية يجب تجنبها في شهر رمضان، فيجب تجنب تناول ومضغ الطعام بسرعة والتمهل أثناء تناول الطعام لتجنب صدم المعدة بشكل مفاجئ بكميات كبيرة من الطعام، وتجنب شرب كميات كبيرة من المشروبات التي تحتوي على الكافيين، والابتعاد عن المشروبات الغازية التي تحفز الجسم على فقد المياه بشكل كبير، حيث أنها تعمل بشكل مدر للسوائل، بالإضافة إلى تجنب المشروبات المثلجة والساخنة جدا أيضا، وتجنب ممارسة التمارين الرياضية بعد تناول وجبة الإفطار مباشرة، والانتظار على الأقل ساعة أو ساعتين. نعم، نحن أستاذ أيضا يعني في الحلقات السابقة لو تذكرين مستمعينا بس بخصوص موضوع الرياضة قبل الإفطار. الرياضة قبل الإفطار، هو يفضل أن يمارسون الرياضة قبل الإفطار بساعة، نعم، أو إذا يفضل الشخص أن يمارسها بعد الإفطار إنه ما يكون له طاقة قبل الإفطار، يقدر بعد الإفطار بساعتين يكون أوريدي عطى مجال للمعدة أنها تهضم الأكل أو تهضم الإفطار. نعم. طبعا في نقاط ثانية اللي هي تجنب تناول أطباق الحلويات بعد وجبة الإفطار مباشرة وتأجيلها إلى ساعتين أو 3 ساعات بعد الإفطار حتى لا تتأثر عملية الهضم وكذلك معدلات السكر في الدم. طبعا نعم أستاذة، أنت تعرفين موضوع الحلويات وشهر رمضان، يعني ما شاء الله في البيوت، ويعني أطباق الحلويات بشكل كبير موجودة خلال من بعد الإفطار يمكن لين وقت السحور، فأيضا هذا المفروض أنه يكون هناك نوع من الأخذ، يعني الحصص اللي يحتاجها الإنسان من الحلويات. بالضبط، وانه ما يكثر من انه تاثر على معدلات السكر في الدم. نعم. لانك انت تكون اوريدي صايم وجسمك اوريدي يعني فاقد من هالاشياء، فلما تعطيه كميه كبيره يقعد يمتص كميه كبيره، وهذا الشيء مضر للجسم. وايضا يعني الجانب الثاني استاذه سامه، ان يعني الاغذيه اللي فيها نسبه الدهون والاغذيه اللي فيها نسبه السكريات، نحن تحدثنا كثير بان نحن خلال المرحلة هاي الكل محتاج بأن يعني الجهاز المناعي والمناعة الجسم تكون قوية، فالأغذية اللي فيها نسبة الدهون والأغذية اللي فيها نسبة السكريات يعني بشكل مباشر تقلل المناعة الجسم. فمثل ما تفضلتي بأن يعني لابد أن الواحد يعني يقلل من الأكل اللي فيه نسبة الدهون والمقليات والسكريات، على أساس أنه دائما الجهاز المناعي يكون قوي وأيضا مناعة الجسم تكون قوية. بالضبط.
طبعا هالشيء ذكرناه اوريدي في الحلقات السابقه، ولكن راح نرد نعيده نقول انه لازم تبتعدون عن الاشياء العاليه بالسعرات الحراريه، الاكلات الدسمه، الماكولات العاليه بالسكريات، لانها تقلل من المناعه، وحاليا نحن نحتاج يكون مناعتنا اقوى ما يكون. صح، والنقطه اللي ذكرتيها استاذ سامة انه يعني الافطار بشكل تدريجي عفوا الافطار بشكل تدريجي، ويعني يعني تاخذ الانسان ياخذ يعني مثلا وقته بعد الافطار الصلاه ثم يرجع للوجبه الاساسيه، ايضا هذا اتوقع انه جانب صحي ويعطي ايضا يعني اريحيه للمعده في امتصاص وايضا يعني هضم الاطعمه. بالضبط، عشان ما تصدم المعده بكميه كبيره من الطعام. وهل المشكله يصير عندنا اللي هو الانتفاخ، عسر هضم، ألم في المعدة، لأن المعدة يعني فاجأت بالكمية الكبيرة اللي جاتها، فنتدرج بالأطعمة والتوازن يكون شيء أساسي في الأكل. نعم، أيضا لو تذكرين أستاذة سامة والمستمعين الأعزاء عن الطبق الصحي المتوازن في شهر رمضان المبارك. طبعا الطبق الصحي لازم يكون نصف الطبق يحتوي على الخضرة، نعم، وربع الطبق يحتوي على البروتينات، والربع الآخر النشويات، ولا ننسى مجموعة الألبان والفواكه مع بعض، كذي نحن راح كملنا الطبق الصحي. صحيح. الأستاذة سامة المطيري اختصاصية التغذية في هيئة الصحة بدبي، كل الشكر والتقدير لك. يعطيك العافية أخوي عبد الله، وكذي نكون غطينا النقاط الأساسية المهمة لوجبة الإفطار صحي في شهر رمضان خالي من مشاكل المعدة، وعانا الله وعانكم على صيامه وقيامه إن شاء الله. شكرا لك. شكرا مستمعينا الأعزاء، قبل أن ندخل ناخذ الفاصل، فقرتنا الثانية بتكون معنا بتكون الدكتورة هند العوضي رئيس قسم التعزيز والتثقيف الصحي بهيئة الصحة بدبي، وحديثنا بيكون معها عن الكورونا فيروس، عادات وتقاليد خلال شهر رمضان المبارك، وبنسمع منها الكثير من الإجراءات الوقائية والاحترازية خلال شهر رمضان المبارك. ولكن خلكم في البيت، فاصل وراجعي لكم. صحة وسعادة مستمعين الأعزاء، يا مرحبا بكم وسهلا، رجعنا لكم في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. نرحب بتواصلكم مستمعين الأعزاء ومشاركاتكم خلال الساعة على الأرقام 600551414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. مستمعين الأعزاء، حديث الساعة في العالم الآن عن كورونا فيروس الكوفيد-19، والوقاية دائما خير من العلاج، وهذا هو نهج هيئة الصحة بدبي دائما تجاه جميع الأمراض، حيث تتبنى الهيئة منظومة متكاملة وشاملة للرعاية الصحية أساسها الوقاية، وهي تعمل بشكل متواصل لتنمية الوعي المجتمعي بمختلف القضايا والمشكلات الصحية، ومنها المشكلة العالمية كوفيد-19 المتصلة بفيروس كورونا، حيث تتخذ الهيئة هيئة صحة بدبي ضمن توجهات الدولة والمعايير المعمولة بها عالميا جميع التدابير اللازمة لرد هذا الفيروس وحماية المجتمع منه، إلى جانب أخذ كل الاحتياطات التي تحفظ للناس سلامتهم وأيضا صحتهم. للحديث مستمعينا الأعزاء عن موضوع كورونا فيروس وعادات وتقاليد شهر رمضان الكريم وأهمية المحافظة على الإجراءات الاحترازية والتباعد البدني، يسعدنا أن تكون معنا اليوم الدكتورة هند العوضي رئيس قسم التعزيز والتثقيف الصحي في هيئة الصحة بدبي وإدارة حماية الصحة العامة. صباح الخير دكتورة هند. صباح النور أستاذ عبد الله، ورمضان كريم عليك وعلى جميع المستمعين. الله يسلم دكتورة، وكل عام أنت أيضا بخير، والله يعود علينا وعليك إن شاء الله دائما. دكتورة هند، في البداية نحب أن يعني تنشيط المعلومات للمستمعين عن الكورونا فيروس وأعراض الفيروس. يعني نختصر شوية المعلومات عن كورونا فيروس. هو فيروس ليس بجديد، تم اكتشافه في نهاية 2019
وهي تعتبر من عائلة كورونا اللي كنا نعرفها سابقا. الجديد فيها إن هي سلالة جديدة وصارت الحين كوباء عالمي نتيجة انتشارها في جميع دول العالم. وهي تنتقل عن طريق الرذاذ الملوث اللي ينتج عن طريق السعال أو العطف، وهو يعتبر جدا معدي، ولذلك يعني انتشر في جميع دول العالم. وبعد نقدر نقول عنه انه له اعراض شبيهه باعراض الانفلونزا كالحمى، السعال الجاف وغيرها من الاعراض. اعتقد نكتفي بهذا القدر من المعلومات عن الكورونا فيروس. نعم، وايضا طبعا دكتوره من خلال يعني الاجراءات الوقائيه والمعلومات، وانتم ايضا يعني عملكم الجبار، انت دكتوره بالاخص والفريق يعني العمل معك هناك، طبعا كانت الكثير من ورش العمل، الكثير من الـ يعني البرامج التوعويه والتثقيفيه، وهناك الحمد لله رب العالمين اليوم يعني وعي كبير لدى افراد المجتمع عن الكورونا فيروس وعن اعراضه وكيف يعني يتم يعني الواحد ياخذ احتياطات اللازمه. أيضا نحن دورنا دكتورة أن نذكر أفراد المجتمع عن أهمية هذه الأمور. حديثنا بيكون دكتورة أيضا عن شهر رمضان المبارك، وفي الأحوال الطبيعية والعادية طبعا يخرج الناس لقضاء بعض من الوقت خارج المنزل، كيف تشوفين أنت اليوم هذا الإجراء ضروري ونحن طبعا نكافح ما زلنا يعني الكورونا فيروس؟ طبعا احنا لاحظنا ان الدولة خففت من بعض قيود حركة النقل بمناسبة هذا الشهر الكريم، لكن هذا التخفيف الجزئي عن قيود الحركة ما يعني ان الامور عادت الى طبيعتها بشكل كامل، فما زلنا احنا ملزمين بتطبيق الاجراءات الوقائيه. هذه الاجراءات قائمه وما زالت الزاميه على الجميع، اللي صار ان حاليا اصبح الجميع مسؤول عن سلامه الجميع، وما في اي شخص مستثني من هاي الاجراءات الوقائيه، مثل الحفاظ على مسافه كافيه بيننا وبين الاشخاص الثانيين لا تقل عن متر واحد. نعم. وأيضا أن يلتدون الكمامات عند الخروج، هذا شيء إلزامي. وبعد إحنا نقدر نقول أن ما يخرجون إلا للضرورة القصوى. تخفيف القيود ما يعني أنك أنت تقدر تطلع مثل ما كانت الأوضاع قبل وضع كورونا، ما زلنا إحنا نحاول نسيطر على هذا الفيروس. التخفيف كان فقط بمناسبة الشهر الكريم عشان لبعض الناس يعني لهم أمورهم الخاصة في رمضان يبون يقضون حوائجهم، فهذا التخفيف كان مزامن مع الشهر الكريم. وأيضا إحنا ننصح أي شخص فوق 60 سنة وأصحاب الأمراض المزمنة والتنفسية إنهم ما يخرجون من المنزل أبدا، وإنهم يلتزمون في منازلهم ويكلفون أشخاص آخرين للذهاب وشراء احتياجاتهم الأساسية من الغذاء والدواء. نعم، أيضا دكتورة مثل ما تفضلتي بأن موضوع يعني الخروج للضرورة من المنزل، وأيضا خلال شهر رمضان المبارك هناك في بعض السماح يعني السماح للزيارات العائلية من الدرجة الأولى، لو تحدثينا دكتورة حتى لو صار مثلا الواحد يحتاج أن يزور والدته أو يزور والده أو يزور يعني اللي هم الأسرة من الدرجة الأولى، شو الاحتياطات والإجراءات اللي المفروض أن تؤخذ بعين الاعتبار من الطرفين يعني؟ طبعا اي حد تظهر عليه اعراض عدوى تنفسيه احنا ننصحه انه ما يقوم بهذه الزيارات العائليه. ثانيا الزيارات لازم ما تزيد عن 5 اشخاص في المنزل. وبعدين وقت السلام احنا نتجنب المصافحه، نتجنب الاحتضان، نتجنب التقبيل، نكتفي بالسلام عن بعد عليهم، ونحافظ على تباعدنا الجسدي فيما بيننا وبينهم طوال فتره الزياره. احنا نحاول ان بعد ان ما نطول مكوثنا معهم، نحاول ان نختصر فتره جلوسنا معهم قدر المستطاع. يعني بعد مثل ما قلت أي حد عليه أي عدوى تنفسية أو إنه كان مخالط لشخص مصاب بفيروس كورونا أو إنه شاك
انه كان مخالط للشخص لديه فيروس كورونا، احنا ننصحه طبعا انه ما يروح هذه التجمعات. طبعا احنا نعرف ان ممنوع نصب الخيام، ممنوع التجمعات الكبيره في المنازل والمزارع وغيرها. قصد الزياره هذه انها تكون مختصره وخفيفه ولا تزيد عن 5 أشخاص فقط. نعم. أيضا دكتورة، يعني مثل ما تعرفين بأن يعني مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة وهناك طبعا عادات وتقاليد وبالأخص يعني الزيارات، لو نتكلم معك دكتورة عن الـ 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 يعني كيف نتفادى مجمل العادات والتقاليد اللي مفروض أن يعني نحن نسويها خلال هذا الشهر، ولكن بسبب يعني الظروف الراهنة وموضوع الكورونا مفروض أن نحن نتجنبها خلال شهر رمضان المبارك. طبعا احنا متعودين ان احنا نتواصل مع الاهل والجيران في هذا الشهر الكريم، ما يمنع ان احنا ما زلنا نتواصل معهم، نستعمل وسائل التواصل الاجتماعي كالمكالمات الفيديو، مكالمات الهاتفية وغيرها. في هذا الشهر الكريم لأول مرة احنا يعني ننصح انكم لا ترسلون الطعام لجيرانكم ومعارفكم، لان احنا بهاي الطريقة نبي نقلل من انتشار الفيروس لا سمح الله يعني. فعادة تبادل الطعام بين البيوت هذه بعد احنا نفضل ان احنا نتجنبها. بعد احنا عندنا عادة ثانية ان احنا نوزع الوجبات الخيرية على الافراد، احنا ننصح بعد انهم يتجنبون هذا الشيء. اذا هم حابين يسوون اعمال الخير يشتركون في الحملات الوطنية المعتمدة من الدولة اللي هم يتبعون فيها جميع وسائل الاجراءات الوقائية. فإحنا ننصحهم إذا أنتم حابين تشاركون في توزيع الطعام أو توزيع ما غيره، فإنكم شاركوا في الحملات الوطنية المعتمدة من الدولة. وبعد صلاة التراويح، يعني إحنا ما زالت المساجد غير مفتوحة لعامة للناس كلهم. نعم. وبنشوف إن إحنا بيلجؤون الناس انهم يصلون جماعة في بيوتهم. احنا حتى هذه نقول لهم انتوا لا تصلون جماعة، حاولوا انكم تحافظون على تباعدكم الجسدي فيما بينكم. اذا صليتوا انتوا هذه الجماعة لأول مرة، يعني احنا ننصحكم ان صلاة التراويح هذه حاولوا انكم تصلونها فراتة يفضل. نعم. للحفاظ على تباعد الجسدي فيما بينكم. صح. دكتورة، عندنا سؤال بخصوص أحد المستمعين يسأل بأن يعني تم ذكر موضوع يعني عدد الأشخاص اللي مفروض أن الواحد إذا مثلا يحتاج أن يزور عائلته اللي من الدرجة الأولى، قال لي 10 أشخاص أو إلى أو 15 شخص. مدى صحة الموضوع هذا، التقيد بالأرقام هاي؟ هذه الأرقام أصدرتها الدولة في تعميم، وهذه التعاميم كلها موجودة على جميع وسائل التواصل، هو يقدر يرجع يتأكد منها. سبب تحديد هذه الأرقام لأن عادة العائلة الإماراتية الواحدة تتكون من هذا العدد ما يزيد عن 5 أشخاص، فالفكرة إن إحنا نزور الأهل والأقارب مش جماعة مثل ما كنا قبل، ولكن عائلة تقوم بالزيارة. يعني إذا إحنا عندنا شخص كبير في السن حابين إن إحنا نزوره في رمضان ونبارك له بهذا الشهر الكريم، فالقصد إن نزور هذا الشخص عائلة في الثانية، ما نتجمع مثل ما كنا قبل، كلنا مثل ما كنا نتجمع معاهم كلنا عوائلنا وكلنا. فإحنا هني إحنا نقول إحنا نقتصر الزيارات على عائلة واحدة فقط. صح. وأيضا دكتورة، يعني أنا الحقيقة لاحظت من كثير من العوائل يعني من خلال حديثي مع الأصحاب أو بعض الأسرة أن يعني في بعض العوائل سوت مثل نظام الجدولة، يعني إذا كانت مثلا الأسرة تتكون من 5 أشخاص ففي جدول معين بين الأسرة وتم اعتمادها مثلا يمكن من الأب أو من الأم، بأن كل يوم مثلا عائلة واحدة تتكون من البنت وزوجها والعيال مثلا يزورون الأم والأب لفترة معينة ويرجعون، وبعد يومين مثلا تكون عائلة ثانية. لو تحدثينا في هذا الموضوع عن يعني الخطوة الإيجابية مثل هاي الأشياء اللي بعض العوائل قامت أنها تسويها، الخطوة الطيبة هاي.
طبعا هذه فكرة جدا جميلة، يعني طبعا كل عائلة تعرف شو إجراءها اللي يناسبها أكثر من أي شخص ثاني. إحنا ننصح أنهم يوصلون لتفاهم معين فيما بينهم الطريقة المناسبة للزيارات هذه. فكرة الجدول هذه تعتبر يعني فكرة جدا جميلة، إن إحنا ننصح الناس أن يسوونها بعد عشان تستمر الزيارات لكبار السن في طوال الأسبوع، وفي نفس الوقت احنا نحافظ على اجراءاتنا الوقائيه والاحترازيه. واحنا بعد نرد ونذكرهم ان حتى لو تزاورتوا وحتى لو خففنا القيود، لازم احنا دائما نذكر نفسنا بالحفاظ على التباعد الجسدي فيما بيننا اثناء الزياره، ارتداء الكمامات بعد ننصح انكم ترتدونها وقت الزياره. يعني هذه الاجراءات حاولوا انكم ما تنسونها، حافظوا على نظافه اليدين طوال الوقت. بعد احنا ننصح انكم تحافظون على نظافه المنزل، تعقيم الاسطح هذه باستمرار. بعد الواحد ما يهمل هذه الاشياء لما تشترون اغراض من الجمعيه او غيرها، احنا بعد ننصحكم انكم تعقمون هذه الاغراض. حاولوا انكم ما تتناسون هذه المعلومات لانها جدا مهمه في الحفاظ على سلامتكم. نعم، ايضا دكتوره لو نذكر مستمعينا الاعزاء ان يعني بعد أيام بيتم يعني افتتاح بعض المراكز التسوق في الإمارة، فلو نذكرهم دكتورة عن الإجراءات اللي مفروض أن تتخذ يعني بشكل ضروري جدا عند الذهاب لهذه المراكز، واللي يعني غرض احنا دائما نقول بأن الخروج من المنزل دكتورة لابد أن يكون للضرورة، وحتى لو تم افتتاح يعني مراكز التسوق معناته ان الشخص اذا عنده ضروره وعنده حاجه بانه يذهب للمركز ويرجع، بس نذكرهم بالاجراءات والوقائيه والاحترازيه في حاله اذا هو احتاج انه يطلع الى المركز التسوق. طبعا احنا ننصح ان الخروج لهذه المراكز تكون يحاولون يقتصرونها انها تكون على الاقل مره في الاسبوع فقط، ما يكون بشكل يومي. ثاني شيء ان اي حد عنده اي اعراض عدوى تنفسيه كالحمى، كالسعال، كالسعال الجاف، كغيرها من اعراض الانفلونزا، احنا ننصحهم انهم ما يروحون لهذه المراكز. ثالث شيء انهم يقتصرون ذهابهم على عدد صغير من الأفراد، عشان إحنا نعرف أن هذه المراكز والمولات لن تسمح بتعدي طاقتها الاستيعابية لـ30%، فإحنا نحاول أن نخلي المجال لغيرنا بعد أنهم يذهبون ويشترون أغراضهم الأساسية والضرورية من هذه المراكز. ارتداء الكمامات إلزامي، عدم ارتدائه يعرضك للمساءلة والغرامة حتى، فحافظ على ارتدائها، ولازم تتأكد أنك تعرف الطريقة الصحيحة لارتداء هذا الكمام. وبعدين لازم تعرف أن لما أنت تتخلص من هذا الكمام تتخلص منها بطريقة أيضا صحيحة ومناسبة. وفي المراكز بعد إحنا نذكركم أنه حافظوا على التباعد الجسدي، حاولوا تتجنبون الأماكن اللي فيها الازدحام الكبير هذا. شفتوا مكان جدا مزدحم، حاولوا تروحون لمنطقة ثانية في المركز عشان نحاول نخفف من الازدحام ونحافظ بعد على التباعد الجسدي فيما بيننا. نعم. وطبعا الإجراءات اللي نزلت تقول أن لا يسمح للأطفال من سن 3 سنوات لـ12 سنة بالذهاب لهذه المراكز. كبار السن الذي تتجاوز أعمارهم 60 سنة أيضا لا يسمح لهم بالذهاب لهذه المراكز. هذا كله إجراءات وقائية عشان إحنا نزيد في احتياطاتنا ونحمي هذه الفئات. نعم. وأيضا دكتورة يعني أنا بعد أيضا أحب أني أذكر مستمعين الأعزاء بأن يعني مراكز التسوق في دولة الإمارات وبالأخص في إمارة دبي لا يعني ما تصبح يعني فقط مركز للتسوق، أيضا يعني تحسين به إنه مكان للترفيه والناس تسير وتأخذ الأطفال وتستغرق يعني ساعات كبيرة جدا دكتورة في المراكز هاي، ولكن اليوم يعني تم يعني السماح للذهاب لهذه المراكز دكتورة لغرض يعني شيء معين، فأيضا هذا جانب مهم بأن نحن اليوم خروجنا من المنزل فقط لحاجة ضرورية لمراكز التسوق، بحيث أن أيضا نحن نحاسب أو نحاول ونقلل أيضا يعني العدوى بخصوص موضوع الفيروس كورونا. بالضبط،
بالضبط، احنا نريد نذكر للناس ان تخفيف الاجراءات القيود الحركه هذه لا يعني بالضروره ان الوضع خلاص رجع مثل ما كان. احنا ما زلنا نحارب الفيروس، احنا ما زلنا نحاول السيطره على هذا الفيروس. الحين صار الموضوع في ايد الجميع، وهذه الحين صارت تعتبر مسؤوليه الجميع ان يحمون جميع افراد مجتمعهم. نعم دكتورة، عندنا دقيقة تعطينا آخر النصائح لمستمعينا الأعزاء بشكل عام عن الوقاية والإجراءات الاحترازية. احنا في فئة نسينا ننصحهم، هم فئة أصحاب الأمراض المزمنة. احنا نذكرهم أن ضرورة أن تتأكدون أن عندكم عدد كافي من أدويتكم، حاولوا تتواصلون مع طبيبكم المختص عشان تتناقشون معاه هل في إمكانية أن تصومون، شو الطريقة الصحيحة لصيامكم. أصحاب أمراض السكري نذكرهم أن دائما تابعوا نسبة السكر في الدم وشوفوا العلامات والأعراض اللي تظهر عليكم في حال نقص هذا المستوى، وشوفوا الإجراء الصحيح اللي تسوونه عشان تحافظون على صحتكم في هذا الشهر الكريم. نعم دكتورة هند العوضي، رئيس قسم التعزيز والتثقيف الصحي بهيئة الصحة بدبي، كل الشكر والتقدير لك دكتورة. شكرا جزيلا لك ولفريق عملك المبدع على العمل الجبار اللي تسوون الحقيقة خلال هاي الفترة بخصوص موضوع التوعية والتثقيف الصحي. تسلم ودمتم بصحة وسلامة. دمتي بصحة وسعادة دكتورة هند العوضي. مستمعينا الأعزاء، وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، وأتمنى إن شاء الله أن حلقتنا اليوم قدمت لكم المعلومات المفيدة والفائدة المرجوة. ومثل ما تعرفوا مستمعينا الأعزاء أن هذا نهج هيئة الصحة بدبي لإيجاد مجتمع صحي وسعيد. أحب أن أذكركم أيضا بما تفضلت فيه الأخت أخصائية التثقيف والتغذية بأن أهمية وجبة الإفطار لابد أن تكون متوازنة وتكون أيضا على يعني مراحل مختلفة، بحيث أن يتم إفطار أو الطعام بشكل صحي وسليم. وأيضا ذكرت الدكتورة هند العوضي الإجراءات الاحترازية والوقائية في وقت خروجنا نحن من المنزل. أحب أني أشكر فريق العمل معاي اليوم في التنسيق والمتابعة الأستاذ محمد عمر، الإعداد يوسف سعد، ومخرجنا المتألق أيمن سرحيل. وتقبلوا تحياتي أنا عبد الله جمعة، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.